انا مش عايز اقول لك يعني، يعني لو انا محامي سيء ما يبقاش اول واحد كلمه ورئيس مبارك الرئيس السابق، شايف دلوقتي اول واحد كلمه حسني مبارك عشان يبقى المحامي بتاع مرتضى منصور، وانا بقول لك تلعب مسؤوليتي وانا اللي رشحت الاستاذ فريد ديب. طب انت رفضت ليه؟ كنت بتحب مبارك، رفضت ليه؟ هقول لك دلوقتي، ورشحت الاستاذ فريد ديب وكلمت الاستاذ فريد ديب والاستاذ رجاء، الاستاذ رجاء عطيه اعتذر، الاستاذ فريد قال لي من عينيا يا حبيبي، اديته التليفون كلمه وكمل الراجل. هقول لك ليه دلوقتي بس عشان بس انا ليا مداخله في الحته دي معلش قبل ما اطلع. استاذ فريد ديب قابل الدفاع عن الرئيس الاسبق الرئيس حسني مبارك، والدكتور المحترم محمد سليم العوا قابل ان يترافع عن الدكتور الرئيس الاسبق الدكتور محمد مرسي، لكن الاثنين نالهم ما نالهم من هجوم وتطاول وبعض يعني قذف عليهم حاجات على عربياتهم، هل انت كمحامي توافق على ما حدث مع الاستاذ فريد ديب والدكتور محمد سليم العوا؟ دي قله ادب وسفاله. سليم الدكتور سليم العوا انا مختلف معاه في حاجه كتير خلاص، لكنه محامي زميل له كل الاحترام والتقدير. شغل البلطجه ده عايزين نبطله بقى. هو يروح يدي واجبه، هو بقى متآمر مش متآمر، بيشجع الاخوان، عامل عايز يعمل حكومه انتقاليه، انا حاسبه على الجزء السياسي ده. لكن لو كل محامي راح يأدي مهنته واجب مهنته وينضرب في الشارع، سواء فريد ديب كان راح ولعه في مكتبه لما ايام رئيس الشعب حسني مبارك، وسليم العوا راح ضرب، انا ضد كل ده. ليه؟ لانه انا لو وافقت ده عفوا يتعامل معايا انا، واخد بالك؟ وبعدين انا راجل في امان، معايا ملف قضيه، لا معايا طبنجه ولا معايا مسدس ولا معايا مدفع رشاش. ارجع بقى الجزء ان ليه انا رفضت قضيه. طبعا زوجه السيد احمد عز جات لي المكتب، زوجه حبيب العدلي، كل نموذج النظام السابق ورفضت. ليه بقى؟ لان انا من اول يوم طلعت ليا موقف وقلته من 25 يناير، وانا اجيب لك النهارده عشان ما حدش يزايد تاني. ما ضابط مجلس الشعب الوحيد اللي 5 سنين ضد بيان الحكومه، ده المضابط ضابط هجيبها لك، وضد قانون الطوارئ والحبس الناس واعتقالاتهم. انا بقى كان لسه دول لسه ما طلعوا، كان لسه في لفه كلهم.